الأستاذ إسلام لطفي عبر الهاتف. أستاذ إسلام مساء الخير. مساء النور. أستاذ إسلام، كيف تبعت تغيير حديث أو تغير السيسي في لهجته عن من الهجوم على ثورة يناير إلى الاعتراف بأنها لا زالت موجودة ومستمرة حتى الآن؟ أول حاجة يعني في سببين قد يكون رئيسيين، ما اقدرش اقطع على حاجه لان مفيش حاجه، النظام مش مفهوم عشان نقدر نقطع بشيء. اول حاجه ربما الموضوع يكون له علاقه بالتغيرات اللي حصلت في امريكا كويس، وغياب اداره ترامب اللي كان بتشكل دعم مباشر ولا محدود للنظام اللي موجود في مصر. والحاجه الثانيه لان هو حتى هذه اللحظه في حاله من حالات الصراع حوالين يناير، وإن النظام بيفعل القضاء عليها ولكن لم يستطع القضاء عليها، وده بيخلينا طول الوقت نشوف الاضطراب في الخطاب اللي بيحصل. يعني الدستور اللي اتحط في 2014 اتكلم انها ثوره عظيمه، ولكن الرئيس ما بينتهز ما بيفوتش فرصه كويس غير لما يبدا يشتم في يناير، ويعني زي ما استخدم قبل كده قال لك في يناير مصر كفت بظهرها وعر كفها والمصطلحات اللي كان بيستخدمها دي. فانا رايي ده نوع من الاضطراب، ان النظام حتى هذه اللحظه بيحاول يعمل سرديه سلبيه عن يناير ولكنه لم ينجح في هذا الامر، فطول الوقت حتى بالموجه، يعني مره يتكلم على يناير كويس ومره يتكلم عنها بشكل سلبي. فهذين هما الامرين في تقديري، يعني التغيرات الدوليه او التغيرات اللي حصلت في امريكا بشكل رئيسي، وان هو نفسه مش قادر يحسم الصراع مع يناير حتى هذه اللحظه. يعني ما فهمتش، مش قادر يحسم الصراع مع يناير، يعني هل ده معناه انه على المستوى الشعبي ولا على مستوى قطاعات داخل الدوله يعني شافت ان كانت غلط ان احنا ما تمسكناش باهداف يناير؟ هل داخل قطاعات الدوله كده ولا بتتكلم على الشعب؟ لا، انا بتكلم على المستوى الشعبي. تمام، في الاخر بعيدا عن اللي بيحصل في اللجان الالكترونيه والكتائب اللي هو موظفها عشان تقفل الدايره برضه زي ما قال قبل كده، في الاخر في قطاع مهم في الدوله كويس اسمه الطبقه الوسطى، الطبقه دي تاكلت بشكل كبير كويس، وقلت مش عشان بتطلع لفوق بيحصل لها مثلا صعود اجتماعي، دي نزلت تحت. وفي عندنا مستفيدين او ناس يعني فئات هي اولى بالرعايه اللي هي السي كلاس زي ما بيقولوا، والناس اللي على خط الفقر وتحت خط الفقر، ده كان المفروض ان هي الدوله بتعمل برامج علشان تربحهم، ولكن فعليا معظم البرامج التنمويه اللي الدوله بترعاها هي بتصب في خانه المباني والانشاءات، مش في تطوير الناس وتطوير معيشهم. الثوره قامت لان الناس كان عندها مطالب حقيقيه، وكان في حاله من حالات التعاني عن هذه المطالب، فحصل الانفجار الشعبي. حاليا هل مطالب يناير اتحققت؟ هل الناس تحولت الى دوله ديمقراطيه او دوله رفاه او الاحتياجات الاساسيه للناس تم توفيرها؟ اللهم لا. فبالتالي مسببات الثوره ما زالت موجوده. ففي فزعات اتعملت وفي مؤامرات حملت للاطاحه بيناير وللقضاء على اهدافها، ده حقيقي حصل ولكن ونجحوا في ده، ولكن نجاحهم ده هل قضى على مطالب الناس؟ لم يقضى على مطالب الناس، وبالتالي مسببات تمام الغضب ومسببات الاحباط والاشياء التي قد تؤدي للانفجار ما زالت موجوده، ودي اللي هو بيعبر عنها بكلمه يناير. طب معلش يا استاذ اسلام، عندي سؤال افتراضي، ربما السؤال ده يضايقك لكن تحمله. يعني لو انت قريب من السيسي الان، لو افترضنا انك بجوار السيسي وانت ادرى بانه صرف فلوس كتيرة جدا لتشويه ثورة يناير، كون او شكل جمعيات ولم حوالي شباب وعمل مؤتمرات، يعني دفع ملايين لتشويه وربما مليارات لتشويه ثورة يناير، لو انت جنبه أو لو أتيح ليك فرصة الاتصال أو التواصل، بماذا تنصح السيسي الآن؟ ما أظنش إن هو أقدر أنصح السيسي، ولكن لو فرضاً أنا موجود في الدوائر المحيطة بالسيسي، يعني لو قلنا في عقلاء حوالين السيسي، عقلاء كويس؟ أيوه. هنصحهم إن هو حفاظاً على مصالحه كويس، لازم يتم تغيير في رقعة الشطرنج. كويس، يعني لازم في عسكري ما يتقدم ويترقى ويبقى وزير كويس، او يبقى في يعني لازم في حاجه تتغير كويس. هو الراجل بنى شرعيته كلها على انقاذ الدوله من خطر اسمه يناير، وعلى محاربه فصيل اسمه الاسلاميين. الان بعد 7 سنوات تمام، الناس
مش شايفة إن هو الناس دي كانت يعني هم الخطر، يعني عملوا أخطاء، عملوا أخطاء، ولكن مش الأخطاء اللي تؤدي للوضع اللي احنا فيه حاليا. وكل ما تم تخويف الناس منه في 2013 اتعمل أكتر منه مئات المرات خلال السبع سنين، كويس. فبالتالي أنا متهيألي السيسي نفسه مش هيكون عنده مساحة للتراجع، لأن هو بنى شعبيته على هذا الأمر، كويس. ولكن ممكن يعني كنوع أنواع التفكير، كويس، والتكتيك، إن حد يجي يقول وقف طب هنا يا جدع، تمام، ده كان في حد بيدير الموضوع بشكل غلط، وربما كويس الأمر مش بهذا السوء، وربما محتاجين نقعد ونتكلم مع بعض تاني، تمام، ويبقى في مرحلة انتقالية. ولكن قصة الشيفت 180 درجة ده، كويس، من العداء الشديد، تمام، إلى عكسه، ما أظنش إن هي هتحصل، وما أظنش إن هو من الليونة إن هو يعمل هذا الأمر. طيب سؤالي الأخير ليك يا أستاذ إسلام، إلى أي مدى تراهن على التغييرات الدولية إنها تحدث تراجعات كبيرة في طريقة إدارة السيسي؟ لا، أنا شايف إن هي تحدث تراجعات ملموسة ومحسوسة، تمام، لأن التغيرات الدولية، سواء المصالحة يعني اللي حصلت الإقليمية، تمام، أو سواء التغيرات اللي حصلت في أمريكا، أقولها لك إزاي يا أستاذ محمد، يعني الشريك الاستراتيجي الرئيسي لامريكا في مصر هو مش السيسي، هو مؤسسه ضخمه، كويس، اسمها الجيش المصري، تمام. وبالتالي طول الوقت يعني ممكن يكون البيت الابيض بيتواصل مع الاتحاديه، ولكن في بنتاجون بيتواصل مع الجيش، وفي سي اي اي بيتواصل مع مخابرات، وفي كذا مع لا بدليل ان في الانقلاب صدق كلامك صادق فعلا، بدليل في الانقلاب العسكري اتصلت امريكا بالجيش المصري عن طريق السيسي، هو قال انا قلت لهم في مارس الموضوع خلص. لا، وكان في نوع انواع من الالتفاف، يعني حتى مثلا البيت الابيض ما كانش داعم للي بيحصل حقيقي، كويس، بس البنتاجون كان داعم، وده كان في المكالمات اللي طلعت ما بين هيجن وسيتي، تمام، واتمصرت يعني. فده وارد ان هو يعني انا متخيل ان هي التغييرات اللي بتحصل، تمام، في العالم حوالينا هتاثر بشكل او باخر. ثاني حاجه، احنا مش جزيره معزوله، وحتى الجزر المعزوله ما بقتش بمعزل عن التغييرات والتاثيرات. يعني اللي بيحصل في اسرائيل جنبنا ونتنياهو، كويس، واللي بيحصل في روسيا، في الاخر العالم كله بقى مشبك على بعضه. احنا لما حصل عندنا، تمام، الربيع العربي والثورات، احنا كنا جزء من سياق عالمي بيتحرك. يعني كان في مظاهرات، تمام، حصلت في ايران في 2009، وحصل عندنا في 2010، وحصل في مدريد، وحصل في تل ابيب، وفي باي وول ستريت، كان في مخاض ما بيتشكل، في بيحصل في شكل جديد للعالم بيتحرك. الشكل ده انتهى؟ ما انتهاش، ولسه حتى هذه اللحظه شغال، بدليل ان هم ضربوا ثوره مصر بغرض وقف عمليه التغيير في المنطقه بالكامل، كويس، علشان الانظمه الرجعيه والدول العائليه اللي موجوده كانت خايفه ان رياح التغيير توصل عندها بشكل او باخر. ولكن في الاخر لقينا اللي بيحصل شيء في السودان، وبيحصل حاجه في الجزائر، وبيحصل حاجه في لبنان، وبيحصل حاجه في يعني في النهايه. مجمل رايك يا استاذ اسلام انه هتحدث تغييرات ملموسه، ده رايك؟ هيحصل. بالظبط. بشكرك جدا الاستاذ اسلام لطفي، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره، بشكرك.